من محطتين للاتصال اللاسلكي إلى 5 محطات دولية كبيرة. رفعت الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي جاهزيتها هذا العام للمشاركة في المسابقة الدولية السنوية للهواية. المسابقة تجري على مدى 48 ساعة تحت إشراف فريق تحكيم دولي في الولايات المتحدة الأمريكية. معظم الدول في العالم تشارك في هذه المسابقة لأنها مسابقة دولية، وبعدين في تنافس بين الأندية وبين المراكز وبين المحطات اللي موجودة على مستوى العالم، فتنافس كبير. يعني تتكلم أنت عن إذا كان الهواة اللي موجودين على مستوى العالم 8 مليون، تتكلم السنة هذه يعني الحين معظمهم يمكن نصهم مشاركين في هذه الهواية. اللي مش مشارك على الأجهزة مستمع. يعتمد التنقيط في المسابقة معايير تعطي الأولوية لمفهوم الندرة والصعوبة، فالنقاط التي يحصل عليها الفريق عند تحقيق التواصل بمحطات في مناطق نائية من العالم أو ضعيفة التغطية تكون أعلى من غيرها، ولذلك لا يتأخر المسابق في زف هذا الخبر السعيد إلى زملائه. وضعنا كمنافسة في السنة هذه يعني صراحة بجهود الشباب والله يعطيهم العافية، السكور جدا ممتاز عن السنة الماضية، وإن شاء الله راح نطمح إلى المستوى الأول. عند انقضاء الأجل الزمني للمسابقة ستخزن معلومات الاتصال في برنامج إلكتروني مثبت على هذه الأجهزة ثم تبعث إلى لجنة التحكيم. وقد شهد هذا العام مشاركة بعض الهواة الدوليين في الفريق القطري. هواة اللاسلكي هنا يتحدثون عن هوايتهم بإعجاب. الممتع في الهواية أن أنت تعمل صداقات دولية، تتكلم مع ناس صعب الوصول إليهم يمكن حتى عن طريق الوقت الحالي يعني. فهذه الهواية تستخدم الترددات الراديو اللاسلكية، وطبعا بالإضافة لذلك هي تسمى هواية الملوك لأن في ملوك كثير ملوك هم هواة. رغم انحسار تأثيرها خلال السنوات الأخيرة، لا تزال هواية اللاسلكي قادرة على جذب هواة جدد، كما أنها لا تفتأ تثبت أهميتها خصوصا في لحظات الكوارث الطبيعية والحروب، عندما يجد العالم نفسه أعزل من وسائل اتصال حديثة. وقد عرفت دولة قطر هذه الهواية منذ 60 سنوات القرن الماضي.